أهلا بكم. تحتفل طبقة العاملة اليوم بعيدها الأممي في ظل العديد من المتغيرات، من بينها تعيين حكومة جديدة برئاسة سعد الدين العثماني، والتي دعت في برنامجها الحكومي إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات. وتخلد الذكرى أيضا في ظل وعود بمراجعة بعض القوانين التي أثارت الكثير من الجدل خلال ولاية الحكومة السابقة، في مقدمتها قوانين إصلاح صناديق التقاعد وقانون الإضراب. لمناقشة هذه المحاور ينضم إلينا في الأستوديو الأستاذ الدكتور محمد العمراني بخبزة، المحلل السياسي. دكتور، حياك الله، أهلا بك. شكرا لكم. سيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يتحدث عن مؤسسة الحوار الاجتماعي، أي أفاق لهذا الحوار في ظل هذا الحديث؟ وربما أن هذا المعطوى ليس مرتبط بحكومة سعد الدين العثماني، بل نحن ننطلق من تصريح نعم سيد. لا، لأن مسألة مؤسسة الحوار الاجتماعي بالنسبة للمغرب تعود ربما 95 سنة 1995، وكانت هناك جولات للحوار الاجتماعي وأفضت إلى مجموعة من الاتفاقيات، ربما آخرها هو اتفاقية ديال 26 أبريل 2011. وبالتالي أن مسألة المؤسسة كانت دائما حاضرة. ربما ما لاحظنا هو أن في الفترة الأخيرة أنه كان هناك ربما تشنجات ما بين الحكومة السابقة وما بين المركزيات النقابية، وهو ما أفضى إلى ربما أن الأطراف لم تتوصل إلى إمكانية تقديم مخرجات جديدة للحوار الاجتماعي. ربما أن ما يلامع وما يعاب على المرحلة السابقة وهو أن انتظام إجراء عملية الحوار الاجتماعي، لأن حتى مسألة المؤسسة هي في آخر المطاف ماذا تعني؟ وهو إجراء الحوار الاجتماعي خلال فترات معينة، تكون مثلا مرتين أو ثلاث مرات في السنة، تجتمع فيها الأطراف الثلاثة المعنية اللي هي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ثم الحكومة، ثم أرباب العمل. إذن فلا أعتبر أن الآن سننطلق من جديد للحوار لمؤسسة الحوار الاجتماعي، أن هذا الأمر كان حاضرا، ولكن كل ما هنالك وهو مدى قدرة الحكومة الحالية على أن تلتزم بهذا المعطى، وهو أن تفتح حوارا بشكل دوري وفي مواعيد محددة يؤخذ فيها بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات، ربما الوضعية الاقتصادية للدولة أو الإشارات التي أرسلها السيد العثماني، هل تعني في رأيك قطيعة مع الخيارات السابقة؟ أنت بهذا الكلام تعني العكس تمام. ربما أنا شخصيا لا أعتبر أن الحكومة الحالية هي حكومة جديدة بكل مكوناتها، يعني المعلوم أن الحكومة الحالية هي امتداد، فربما تغيرت رئاسة الحكومة من أستاذ عبد الإله بن كيران إلى أستاذ سعد الدين العثماني، ولكن هناك الكثير من الأمور لا زالت قائمة مرتبطة بالحكومة السابقة. ولكن ربما أن هناك رسائل بعثها سعد الدين العثماني انطلاقا من لقائه الخاص بقناة ميديان تي في، أنه فتح أو أنه منفتح للحوار. وهذه المسألة ربما هذا الأمر ليس جديد، لا أعتبره جديدا، أن حتى الحكومات السابقة في كل مرة أنها تعلن أنها ستلتزم بالحوار وأن الحوار هو المدخل الأساسي لحل المنازعات الاجتماعية. ولكن ما ينتظر وربما أن المواطن المغربي أصبح أكثر إلحاحية، يبحث عن نتائج. فهل الحوار من أجل أن نقول أننا فعلا لدينا حوار اجتماعي، أم أننا نقيم حوار من أجل تقديم مخرجات حقيقية يمكن أن يلمسها المواطن المغربي في حياته اليومية؟ كم من فعلا أننا مررنا في مراحل أن كان هناك ما يسمى بسياسة الكراسي الفارغة، إما أن الحكومة الباترونة تقوم بذلك أو النقابة تقوم بذلك، ولكن في آخر المطاف ربما كان هناك جو جديد، أن قبول الجلوس ما بين الأطراف الثلاثة للحوار. ولكن للأسف الشديد أن لاحظنا أن في آخر الجلسات للحوار الاجتماعي أن لم يكن هناك ما يفيد بأن في آخر المطاف ستكون نتائج فعلية قد ترضي خاصة النقابات. طيب، الغاية هي
أن يوجد توازن بين أرباب العمل والنقابات، هل هذه الحكومة قادرة على ذلك؟ تمتلك آليات حتى من خلال التعيينات فيما يتعلق بذلك؟ هما هناك معطيات قد نعتبرها مؤشرات إيجابية، ربما أن وزير مثلا بعض مكونات الحكومة، مثلا عندما نتحدث عن وزير التشغيل أنه كان قياديا نقابيا وخبرة الحوار الاجتماعي عن قرب من موقع العمل النقابي، الآن أنه في موقع حكومي، ربما هذا المعطى قد يسهل نوعا ما عملية الحوار الاجتماعي. ولكن أن ترتدي عباءة النقابي سهل؟ هي ليست سهلة، لأن هي عقلية، حتى عقلية النقابي هي عقلية مختلفة جدا عن عقلية الفاعل السياسي والفاعل المدني، فلذلك أعتبر أن ولكن أنت رأيت فيها إشارة إيجابية، إشارة إيجابية لأن عندما تكون على علم ودراية بخبايا الأمور وكيف تجري الأمور من موقعين مختلفين، من موقع النقابي ومن موقع الحكومي، ربما هذا قد يساعد كثيرا، لأن ربما مع نقابة العدالة والتنمية أنها جربت سياسة الكراسي الفارغة وجربت سياسة الجلوس إلى الحكومة وإلى الباترونة ودون مخرجات، وتحس وأن يكون هناك إحساس لديك بأن الحوار الاجتماعي لا يفضي في آخر المطاف إلى نتائج ترضي الطبقة العاملة. التشكيلة الحكومية الجديدة هل ستحدث تغييرا ما في رأيك؟ لحد الآن ربما المعطيات الحاصلة لحد الآن ليس هناك أفق يمكن أن نتحدث فيها عن مخرجات حقيقية، والدليل على ذلك هو أن القانون المالي المسطر لحد الآن والذي عرض على أنظار البرلمان للمناقشة والاعتماد، فهذا القانون المالي لسنة 2017 لا يتضمن معطيات وأرقام تفيد بأن هناك إمكانية الاستجابة لبعض المطالب ولو جزئيا لبعض مطالب المركزيات النقابية، لأن عن طريق القانون المالي تكون هناك إشارات قوية على استجابة الحكومة لهذه المطالب النقابية. إذن ربما قد أقول أن سنة 2017 ستكون سنة عشفاء لين يكون فيها هناك ربما لاحظنا حتى أن سي سعد الدين العثماني كان متحفظا من مطلب زيادة، مثلا هل هناك مؤشرات على الأسئلة التي طرحت على قناة مجلس، فبالتالي أن هذا حتى أقول على الأقل هذه السنة ليست هناك مؤشرات مادية تقول بأن هناك إمكانية الاستجابة، ولكن ربما كما قلت أن المداخل ربما قد اعتبرها فيها إشارة إيجابية، مسألة الإحساس بأن الحوار هو مسألة أساسية وأن الحوار ليس من أجل الحوار، لأن في مرحلة معينة عندما تم التأسيس للحوار الاجتماعي في سنة 96 كان من الممكن أن نتحدث عن هذه الوضعية وأننا فقط نجتمع من أجل أن نجتمع ونتحاور من أجل أن نتحاور، ولكن الآن ربما أن مرت تجربة حكومية لم يكن فيها إقرار لمطالب نقابات عمالية، ولم يكن هناك ولو على العكس من ذلك كانت هناك سياسات ربما أنها مست بالجانب الاجتماعي وكانت قرارات حكومية قاسية على المستوى الاجتماعي. تعتقد أن الحكومة السابقة خضعت أكثر لتأثير الباترونة؟ لا، هي ليست مسألة الخضوع، لأن الحكومة كيف تسميها إذن؟ هي ربما أن الحكومة السابقة كانت حكومة مرهونة بالمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية والتوازنات المالية بأكثر من تفكيرها في دعم هذا الطرف أو ذاك، لأن حتى أن الإصلاحات الاجتماعية كانت تقاس بما هو مادي، ميزانية كذا، وأن سندعم مثلا الصندوق الصناديق التقاعد بمبلغ كذا، ولم تكن تفكر بمنطق السلم الاجتماعي، بل كانت تفكر بالتوازنات المالية، ولا ربما هذا هو الذي ميز عمل الحكومة السابقة. إذن قد إذا غيرت الحكومة الحالية ولو من هذا الجانب، أي أن تنتقل من المقاربة المالية المحضة التي تعتمد على أرقام إلى مقاربة تبحث فيها عن تحقيق السلم الاجتماعي، تملك ذلك دكتور؟
الان هناك المعطيات مثلا على سبيل المثال السنه الحاليه هي سنه فلاحيه بامتياز، يكون هناك ارقام قد تحققها الفلاحه المغربيه كارقام قياسيه اعلن عنها وزير الفلاحه. ثم ان الامر الاخر وان المغرب غير من نسيجه الاقتصادي واصبح يعتمد على ما هو صناعي. اذا ها انت تهب الشيء بالخير. اذا لا، ولكن هل هناك رغبه لدى هذه الحكومه واراده لدى هذه الحكومه لكي يستفيد الجميع؟ لان في الكثير من الاحيان فعلا قد افكر كحكومه للحصول على توازنات ماليه وان تكون نسبه العجز ونسبه التضخم اقل مما هو محدد في الميزانيه، ولكن هل ذلك سينعكس على الطبقه الشغيله؟ بل اكثر من ذلك ان ذلك اصبح ينعكس سلبا حتى على الطبقه المتوسطه، وهذا اكثر ما في الشغيله اريد ان ننتقل اليها. اذا تفضلت دكتور، ما هي الاكثر الحاحا تبدو لك اليوم؟ ربما الاكثر الحاحيه في المرحله وأولوية ذات اولويه من دون شك وهو القدره الشرائيه. لماذا؟ لأن كما قلنا في السابق أن الحكومة السابقة أنها اتخذت إجراءات في المجال الاجتماعي كانت قاسية على مستوى الطبقة الدنيا، ولكنها كانت ضرورية كذلك. هي كانت ضرورية بالنسبة خاصة فيما يخص صناديق التقاعد، أنها كانت ضرورية ولكن ليست هي الطريقة المثلى لإصلاح صناديق التقاعد. ثم مسألة صندوق المقاصة، تتوقع أن تغير الحكومة من منهجها في هذا الملف؟ من المفروض، لأن من المفروض عليها أن تعيد النظر. لماذا؟ لأن حتى الذي يجبرها هناك الجانب الأول هو تقرير مجلس على الحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تحدث عن كون أن هناك تأخير حقيقي في إصلاح صناديق التقاعد، وأن المنهجية المعتمدة هي ليست المنهجية السليمة. كذلك أن إحساس الأطراف الأخرى بأنها معنية. النقابات عندما فاوضت الحكومة على هذه الملفات أنها لم تحس بأن مطالبها أخذت بعين الاعتبار، بل كان هناك حتى الطريقة التي مر بها قانون المتعلق بإصلاح صناديق التقاعد لم يكن فيه إجماع، لم يكن فيه توافق، بل أن الحكومة استغلت أغلبيتها داخل البرلمان ومررت القانون. حماية القدرة الشرائية كانت بالضرورة تمر عبر إصلاح صندوق المقاصة، ولكن ليست تلك الطريقة. والآن يجب أن تكتمل عملية إصلاح صندوق المقاصة، لأن صندوق المقاصة كان في جزء كبير منها أنه موجه للفئات الأقل حظا داخل المجتمع، ولكن عندما تم تحرير مجموعة من السلع التي هي أساسية بالنسبة للمواطن والكثير من الخدمات التي هي أساسية بالنسبة للمواطن الذي له دخل محدود، فما الشق الثاني؟ الشق الثاني وهو دعم هذه الطبقات لحماية قدرتها الشرائية، لأن الانعكاسات إصلاح صندوق المقاصة لم يكن فقط على الفئات الأقل حظا، بل أنه انتقل حتى للطبقة المتوسطة، وهذا أخطر ما يكون. مأسسة المفاوضات الجماعية في دقيقة أريد أن أنتقل إلى موضوع. بالنسبة لمسألة المفاوضات الجماعية، ربما أنها هي منصوص عليها دستوريا، المادة الفصل الثامن من الدستور أنه يلح على ذلك. كذلك حتى بالنسبة لالتزامات المغرب الدولية، المغرب عندما وقع على مجموعة من الاتفاقيات المرتبطة بمجال الشغل، هذه الاتفاقيات تلزم الدولة المغربية على اعتماد التفاوض الجماعي، ولكن كذلك يجب ألا ننسى أن هناك شق آخر، مسؤولية المركزيات النقابية. المركزيات النقابية مع تشتت العمل النقابي وغياب رؤية موحدة وآليات عمل مشتركة ما بين هذه النقابات، لأن غلب عليها الطابع السياسي الذي جرها كثيرا وأخرجها من دائرة العمل الفعلي والتأثير المباشر، أنها كذلك تتحمل المسؤولية. إذا نحن لا نحمل في مسألة المفاوضات الجماعية، لا نحمل المسؤولية فقط للحكومة، بل كذلك حتى للمركزات النقابية التي كانت قوية عندما كان العمل موحد وكانت تنسيق دائم ما بينها. أي حظوظ لتنفيذ اتفاق 26 من أبريل 2011؟ لا، تلاحظون أن 26 أبريل 2011 إلى الآن لم تتمكن الحكومة السابقة من تنزيل الشق المتعلق، لأن فيه جانب الحقوق وواجبات. ربما أن الحكومة سارعت إلى تنزيل ما يتعلق بسياستها الاجتماعية، ولكنها لم تأخذ بعين الاعتبار الشق الثاني المتعلق بحقوق الأطراف الأخرى. وهنا ربما أن الحكومة الآن مطالبة على الأقل لكي تعيد النظر وتعاد صياغة صورة الحكومة والعمل الحكومي لدى المواطنين، وهو أن تلتزم
المؤسسة الحكومية بالاتفاقات المبرمة وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، لأنه لم تكن مخرجته سهلة، بل مخرجته كانت صعبة وصعبة للغاية، وأخذت وقت طويل بالنسبة للمفاوضات ما بين الأطراف. الأصوات المطالبة بمراجعة مدونة الشغل، هل في نظرك ستنتصر هذه المرة؟ لا، هو من الصعب الحديث الآن عن إمكانية إعادة النظر في مدونة الشغل، لأن هذه المدونة لم تخرج لحيز الوجود بسهولة، بل كانت كذلك هي مخاض عسير مرت به المفاوضات، يصعب الأمر الحديث عن إمكانية فتحها مرة أخرى. الدكتور محمد العمراني بوخبز، المحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلقاكم بخير.